aller le plus loin possible, mais surtout prendre le match, match après match, parce que c'est l'Afrique, on va faire chaud, climat difficile, avec voilà, c'est un autre style de football, donc Inch'Allah, on va tout faire pour aller le plus loin possible. فعلا كان تربص مميز مع اللاعبين الجزائريين مع الطاقم الجزائري أباك حنا كعائلة والجو السائد عندنا ما نقوله غير الحمد لله إن شاء الله دوم ونحقوا حقوا به نتائج إيجابية وماشيين بطموح وبأمل كبير في مشاركة هذه ورجوعنا خاصة كأس إفريقيا بعد فترة طويلة تغياب إن شاء الله نشارك الجزائر وكذلك كل البلدان العربية في هذا المنافسة الكبيرة والعريقة في إفريقيا.